معشر المسلمين، أقيلوني واعصموني. قد مضت القضية بيني وبينكم قبل أن يأتي هذا. يا معشر المسلمين، أو ردوا إلى المشركين يفترونني عن ديني. حضرة يا أبا جندل، يقول لك رسول الله إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهدا ولن نغدر بهم، وهو يبشرك ويقول لك اصبر يا أبا جندل واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. هذا أخي أبو جندل لا يقدم إلا متأخرا. لا حاجة لنا بها بعد الآن، على أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه. أو حقا تظن أنك أخذت لقريش أكثر مما أعطيت لرسول الله؟ ألم تسمع ما قلت؟ قل لي، كم رجلا من المسلمين ارتد عن دينه منذ بعث رسول الله، وكم رجلا من قريش خرج منكم إلى الإسلام منذ ذلك الحين؟ أنتم تخشون تحول الناس عنكم فلذلك هذا الشرط، أما رسول الله فلا يخشى من أصحابه ما تخشون من أصحابكم ولذلك رضي به. فوالله إنه اعتراف منكم بضعف ما أنتم فيه من الباطل، وثقة من رسول الله بما هو عليه من الحق. على الأقل لن يزيد أصحابه منا بعد اليوم. إذا امتنع الناس عن الهجرة إلى رسول الله بذلك الشرط فلا يمتنعون عن الإسلام، فما هي حتى يكاثروكم في عقر داركم؟ فكأني بكم والمسلمون يسحمونكم من الداخل والخارج حتى تضيق عليكم مكة. فانتظر يا سهيل بن عمرو، انتظر فأني معك من المنتظرين. ويحكم، ألا ترون أن قد فككنا قيودكم؟ أم ألفتم الحبس والحديد؟ نخرج؟ ما أطلقناكم لنمنعكم من الخروج ونهاجر إلى رسول الله. إن شئتم أن تتجشموا، أنا أسفر إلى يثرب والعودة منها إلى مكة كاسفين مدحورين. أبو بصير، فررت من مكة. خذني إلى رسول الله يا عمر،
فوالله لا أرجع إلى المشركين فيفتنونني في ديني. ولكنك علمت أن العهد بيننا وبينهم أن نرد من يأتينا منهم بغير إذن وليه. خذني إلى رسول الله يا قد خرج هذان في طلبك بالعهد الذي بيننا وبين قريش؟ قد خرج هذا بغير إذن وليه. العهد العهد والميثاق الميثاق. كيف أرد إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ قد سمعت قول رسول الله يا أبا بصير، قد أعطينا هؤلاء القوم ما علمت، ولا يصلح لنا في ديننا الغدر، وأن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. يا رسول الله، وفت ذمتك وأقضى الله عنك، أسلمتني بيد القوم وقد امتنعت بديني أن أفتن فيه أو يعبث به. قد وضعت الحرب بينك وبين قريش، أما أنا وأمثالي فلا عهد بيننا وبين قريش ولا سلم، وإني خارج إلى سيف البحر، ولترين مني قريش ما تكره. فقد آن للمستضعفين أن يرثوا الجبارين. أخيرا وداعاً يا مكة حتى نلقاك مع رسول الله ملبين مكبرين. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا
لا تراعوا، لن يمسكم منا سوء، إنما حربنا مع قريش، وهذه غنيمة حرب، وهي كذلك بأموالنا ودورنا التي غصبتها قريش. دونكم ما يحملكم إلى مكة، ولا نراكم في عير قريش بعد اليوم. ولدك يا أبا يزيد، ولدك أيضا. لماذا تخص ولدي؟ إنما هو واحد. ولكنه ولد سهيل بن عمرو. والوليد بن الوليد أخو خالد بن الوليد، وعياش بن ربيعة، وسلمة بن هشام عما عكرمة، وبئس العمان. ما كان ينبغي أن تطلقوهم؟ ظننا أن شرطنا على محمد يمنعهم من الخروج. ذلك الشرط، ظننا أنه لنا على محمد، وقلنا يا لأبي يزيد قد أخذ لنا من محمد ما لم يعطه مثله، والآن صار ذلك الشرط علينا، ولئن بقي هذا الحال لتهلكن تجارتنا، وليس لنا على محمد تهمة. يقول: أما أنا فقد وفيت بعهدي، وهؤلاء ليسوا في ذمتي. مقعودنا نتلاوم، انظروا فيهم رأيا. نخرج كتيبة منا تطلبهم. تقاتلون أشباحا؟ أين تجدهم؟ قد باتوا كسع عليك العرب، إذا طلبتهم لم تجدهم، وإن كففت عنهم برزوا لك في المكان الذي يشاءون والوقت الذي يختارون. أنت يا أبا يزيد، أنت رميتنا بهذا حين وضعت ذلك الشرط، فأخرجنا منه اليوم، انظر لنا رأيا. أحقاً تظن أنك أخذت لقريش أكثر مما أعطيت لرسول الله؟ فانتظر يا سهيل بن عمرو، انتظر، فأني معك من المنتظرين. ولدي أبو جندل، أخيراً أرانا من نفسي عزمة، وأنا ولد أبيه. يضحكك ما حقه أن يبكيك؟ الوليد، أخي الوليد، ما علمت له عزما قبل اليوم. أجل والله، إني لأنكر عمله وأفخر به. كيف يجتمعان؟ يجتمعان، يجتمعان. محمد، قد أوفدتنا قريش نكلمك في أمر أبي بصير وعصبته، قد ضيقوا علينا واقتطعوا عيرنا، وقد كانت قريش قد تعاهدت معك في الحديبية أن ترد من جاءك منها بغير إذن وليه، وإن قريشا تنزل عن هذا الشرط وتسألك بأرحامها، إلا آويت تلك العصبة وأدخلتهم معك في عهدك، فلا حاجة لنا بهم. عمار، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. السلام.
رسول الله يقرئكم السلام ويدعوكم إلى مدينته لتكونوا معه. فقد نزلت قريش عن شرطها عليه ونشدته الله والرحمة أن يؤويكم عنده. الله أكبر. أين أبو بصير؟ ما زال كذلك منذ أيام. على البعير. لا لا، أنا في عافية وقوة. ويحك، ألم أقول لك عاقبني على البعير؟ لا تحسن أن تمشي بها الآن. هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ دونك بعير، الحق بي إن استطعت. استغفر الله استغفر الله. الله أعلم ورسوله، الله أعلم ورسوله. قد كنت والله أرشد مني رأيا حين قلت يا أبا بكر نلزم غرز رسول الله، فأنه يرى بوحي الله ما لا نرى، وأنا قد أخذني الغضب وعرض أمر رسول الله. ويل لعمر، كيف يمحو ذنبه؟ هون عليك، ما عرضت رسول الله وما غضبت إلا لله ورسوله، وإن أخطأت الرأي وما غضب منك رسول الله أن أظهرت رأيك، فقد علم ما في قلبك. وإنما الأعمال بالنيات، وإنما هي الشورى التي أمر الله رسوله بها، فإذا عزم علمنا أنه أمر السماء فأطعناك، وأنت أطعت يا عمر. تالله إنك الصديق، بل أنت الفاروق عمر.
سأمر اليوم بأن تعد لهم الركائب والمراكب مع كل ما يصلح لهم طريق عودتهم، وإن كنا سنحزن على فراقهم بعد هذا الوقت وهم في جوارنا. شكر الله لك أيها الملك، وفى ذمتك وصدق فيك ظن رسول الله. أستأذنك الآن. أنعمت صباحا أيها الملك. اجلس يا عمرو. هذا الرجل الذي خرج من عندك أيها الملك، ما باله؟ إنه من أصحاب محمد. نعم، بعثه النبي في أمر أصحابه الذين ما زالوا يقيمون في جوارنا، جعفر وأصحابه. يرجعون إلى صاحبهم؟ هذا الرجل مبعوث محمد، عمرو بن أمية الضمري. لقد أصاب هذا الرجل من أشرافنا وخيارنا في الحروب التي جرت بيننا وبينهم، وقد اتهمني قومي وعابوا علي خروجي إليك. فلو أعطيتني إياه لأقتله بمن قتل منا، ربما اعتذرت بذلك إلى قومي. عفوك سيدي، والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتك إياه. أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتيه موسى لتقتله؟ ما بك؟ هل ذهب عقلك؟ أكذلك هو أيها الملك؟ ويعك يا عمر، أطعني واتبعه، فإنه والله لنبي ولا يظهرن على من خلفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. أفتبايعني له على الإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلى الناس كافة، لينذر من كان حيا وأني أدعوك إلى الإسلام، فإن أبيت فعليك إثم المجوس. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت به، فخلقه من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده. وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني
فإني يا رسول الله وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل، وقد بلغت ونصحت، فاقبلوا نصيحتي والسلام. أيكم رئيس القوم؟ امضي معي مع نفر من أصحابكم. إلى أين؟ ما سمعنا شرا. لا تسل واصنع كما أمرك. وتجارتي هذا؟ دعها في حفظ من يبقى من أصحابك حتى تعود إليهم. هيا. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم مصر، سلام أنت، وإني أدعوك إلى الإسلام. هذا الرجل الذي ظهر فيكم يزعم أنه نبي، أيكم أقرب إليه نسبا؟ أنا أقربهم نسبا. أدنو، وليقف أصحابك عند ظهرك. إني سائل عن هذا الرجل، فإن كذبني صاحبكم فكذبوه. كيف نسبه فيكم؟ هو فينا ذو نسب. فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ لا. فهل كان من آبائه من ملك؟ لا. فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ بل ضعفاؤهم أكثر. أيزيدون أم ينقصون؟ بل يزيدون. فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ لا لا. فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ لا. فهل يغدر؟ لا، ونحن منه الآن في مدة من الصلح ولسنا ندري ما هو فاعل فيها. هل قاتلتموه؟ نعم. فكيف كان قتالكم إياه؟ الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. ماذا يأمركم؟ يقول: اعبدوا إلها واحدا ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقوله آباؤكم.
ويأمرنا بالصلاة والزكاة. ذكرت أنه ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وأنه لم يقل قوله أحد قط قبله. فلو كان ذلك لقل رجل يأتي بقول قيل قبله، وليس من آبائه ملك، فلو كان لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وما كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وأكثر من اتبعه الضعفاء وهم أتابع الرسل، وأصحابه يزيدون ولا ينقصون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. ولا يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، وكذلك أمر الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، ولا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان. فإن كان كما تقول حقا، فسيملك موضع قدمي هاتين. هذا كتابه، اقرأه مرة أخرى على مسمع هؤلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. فإن توليت فعليك إثم الآرسيين. رسلنا إلى ملوك الأرض، ونحن لم نفرغ بعد منه ولم يفرغ منا. لقد غرته نفسه. وما العجب، وما زال يبشر أصحابه بملك فارس والروم وبصر واليمن منذ كانوا بضعة رجال لا يأمنون على أنفسهم من قومنا، وكان آباؤنا يسخرون منه ومنهم، وحق لهم ذلك. وهب أن العرب كلهم دخلوا في دينه، وما أحسبهم يفعلون. ما العرب من أولئك الملوك وبلادهم وجيوشهم. تحقر قومك؟ إذا اجتمعت العرب صارت أمة كتلك الأمم، ونحن أصبر منهم على شظف العيش وتكاليف الحرب. أين حروب العرب من حروب الفرس والروم؟ حرب العرب غارة، وأولئك جيوش عظيمة مدربة على قتال أمثالها، كتائب وخطط وترتيب ونظام وعدة لا نعرف مثلها، قد شهدنا منها في رحلة الشام. إن كان الرجل نبيا فوالله ليظهرن أمره حتى يصل تلك البلاد. لو كان نبيا لكفاه أن يدعو ربه أن يهلك خصومه، ويكفيه ما لقي منهم حتى الآن. فإن دعا بهذه الدعوة وأجابه ربه وهلكت العرب قبل أن تسلم، فهل يسعه بعد ذلك أن يقول ظهر ديني ودخل فيه الناس؟ أم يسعه أن يبشر قومه بأن الله سيورثهم ملك فارس والروم ومصر وغيرها؟ كأنك تدفع عن الرجل. بل أقدر الأمور بأقدارها. وهب أنه استغنى بالدعاء عن الأسباب، فما يفعل أصحابه من بعده؟ الحرب. تقولون أين حرب العرب من حرب الفرس والروم؟ سألوني عن الحرب، انظروا ماذا صنع منذ هاجر إلى يثرب.